السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لدراسة الجزء الثاني من النص المسترسل التحدي. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الثاني من الوحدة الثانية مجال الواجبات والحقوق، المرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الخامس. لن نقرأ هذا الجزء ثم نبدأ في الإجابة عن الأسئلة المرافقة له. بدأت المعلمة تدريسها بأن صبت الماء على يد تلميذتها وأخذت تنطق بكلمة ماء، في حين وضعت يد هيلين الأخرى على شفتيها وهي تنطق بالكلمة، وكررت المحاولة، فإذا بالطفلة تبتسم لأنها قد أدركت العلاقة بين جريان الماء على يدها واختلاجات شفتي المعلمة، وبدورها بدأت هيلين تحرك شفتيها لتنطق بالكلمة ذاتها. ونجحت محاولاتها فقالت ماء ماء، وما كاد العام ينقضي حتى أيقنت المعلمة أن هيلين تستطيع تعلم القراءة والكتابة بطريقة برايل، فأحضرت لها بعض الكتب المطبوعة بتلك الطريقة، ثم بدأت معها المرحلة الثانية من التعليم. أظهرت هيلين قدرة فائقة، فلم يمضي وقت طويل حتى أتقنت القراءة والكتابة. في العاشرة من عمرها بدأت هيلين بمحاولة إحداث الأصوات الكلامية معتمدة على تحسس تحركات لسان مدرستها وشفتيها وحنجرتها، وتوالى تدريبها المراهق حتى استطاعت أن تسيطر على مخارج الحروف وأن تصوغ العبارات. كم كانت دهشة أهلها عظيمة عندما سمعوها تتحدث للمرة الأولى. كيف تمكنت هيلين من النطق؟ ما أول كلمة نطقت بها؟ إذا بدأت النطق اعتمادا على يد متخصصة معهد بيركنز، وأول كلمة نطقت بها كلمة ماء. إذا بدأت النطق اعتمادا على يد متخصصة من معهد بيركنز، وأول كلمة نطقت بها ماء. أذكر ما وقع في الحلقتين المفقودتين. إذا بدأت المعلمة تدرب هيلين على القراءة. إذا ما هي الطريقة التي اعتمدتها المعلمة لتعليم هيلين؟ هي طريقة برايل. بعد عام أتقنت هيلين القراءة والكتابة، فرح أهلها فرحا عظيما. والحلقة الأخيرة المفقودة عند سماعها تتحدث أول مرة، إذا فرح أهلها فرحا عظيما لما سمعوها أول مرة تتحدث. أصل بخط بين كل مرحلة من تعلم هيلين ورقمها الترتيبي كما وردت في النص. إذا إحداث الأصوات الكلامية، القراءة والكتابة بطريقة برايل، التحدث بطلاقة، السيطرة على مخارج الحروف، والنطق بالكلمة. إذا مرحلة هي نطقها بكلمة ماء، نطقت بكلمة ماء. المرحلة الثانية القراءة والكتابة بطريقة برايل. المرحلة الثالثة إحداث الأصوات الكلامية. المرحلة الرابعة السيطرة على مخارج الحروف. والمرحلة الأخيرة التحدث بطلاقة. أتمم
وتم خريطة الكلمة ينقضي، ينقضي نوع الكلمة فعل، النوع فعل مرادف ينقضي يكتمل، الضد يبدأ، تكوينها في جملة انقضى، انقضى عمر العالم في البحث، والتنقيب. وعين المكان المناسب لكلمة ما يأتي، حضر، حضر، حاضر الأستاذ في الندوة، إذن حاضر الأستاذ في الندوة، حضر الأستاذ في الندوة، التلميذ في الموعد المحدد، إذن حضر، حضر التلميذ في الموعد المحدد، التلميذ أدوات الرسم، حضر، حضر التلميذ أدوات الرسم، إذا حضر الأستاذ في الندوة، حضر التلميذ الموعد المحدد، حضر التلميذ أدوات الرسم. أنسج على غرار التعابير الآتية، إذا ما كاد العام ينقضي حتى أيقنت المعلمة أن هيلين تستطيع التعلم، إذا ما كاد الثلج يتوقف حتى اكتست الجبال البياض، ما كاد الثلج يتوقف حتى اكتست الجبال البياض، لم يمضي وقت طويل حتى أتقنت القراءة والكتابة، لم يمضي وقت طويل حتى أتقنت القراءة والكتابة، إذا لم تكد تنتهي السنة الدراسية حتى أصبح قسمنا جميلا، لم تكد تكد تنتهي السنة الدراسية حتى أصبح قسمنا جميلا، كم كانت دهشة أهلها عظيمة عندما سمعوا تحدث، سمعوها تتحدث الأولى، إذا كم كان فرح الجمهور كبيرا عندما سجل اللاعب الهدف في الدقيقة الأخيرة، إذا سأعيد، ما كاد توقف حتى اكتست الجبال البياض، لم تكد تنتهي السنة الدراسية حتى أصبح قسمنا جميلا، كم كان فرح الجمهور كبيرا عندما سجل اللاعب الهدف في الدقيقة الأخيرة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.